مشاهدينا، واسمان أو هاشتاجان متضاربان متنازعان في الأردن هذه الأيام. الأول: الأردن سند غزة، الذي ينادي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل وحماية الأقصى ووقف الحرب في غزة. هاشتاج ثاني يقابله بعنوان: الأردن خط أحمر، يؤكد داعموه كل ما سبق من مطالب هي نفسها، ولكن مع الحفاظ على الأمن الداخلي في كنف التظاهر السلمي ودون الانصياع لأطراف خارجية كما يقولون. مستويان أو طرفان يتفقان في مضمون المطالب ويختلفان اختلافا جذريا في طريقة الدفاع عنها. ما حول الشارع الأردني الموحد إلى شارعين وبينهما قوات الأمن التي تدعو للتهدئة وعدم الانجرار وراء الفوضى حتى لا تحدث الفتنة. ما الذي يحدث في الأردن؟ ولماذا تحولت المظاهرات السلمية إلى أحداث عنف وتكسير؟ ولماذا يوجه البعض في الداخل الأردني أصابعه باتجاه أطراف خارجية؟ ولماذا التصعيد في هذا التوقيت؟ ولماذا في الأردن بالتحديد؟ نحييكم إلى ساعة حوار. أردنية فلسطينية، الموقع الوطني الأردني ثابت وداعم لقضية غزة على كافة الأقوال. أن فلسطين محتلة ويجب أن تعود لأهلها، وهذا ما نعلمه له. وحتى لو في شوك أصاب أيادينا، نحن نعرف كيف نخرج هذا الشوك بكل هدوء. نعكس الموقف الأردني الثابت الواضح الذي كان منذ البدء سباقا في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة. مشاهدينا، نناقش هذه التطورات، نحاول فهمها، خاصة مع كل ما يقال من هوامش ترافق الموضوع الأساسي، مع ضيوفنا الأساتذة الكرام: عبد الوهاب بدرخان الكاتب الصحفي، الدكتور عماد جاد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الأستاذ محمود المجالي الصحفي الأردني، والأستاذ عبد الله بن بجاد الكاتب والباحث. ضيوفي الكرام، أهلا بكم إلى ساعة حوار لهذا المساء لمحاولة فهم ما يحدث في الواقع، لأنه كثر ورت القراءات فيما يخص الأردن. نحن نتحدث عن مستويين متضاربين مع بعض المعلومات الشحيحة، يقول بعض الرسمية الشحيحة. خلينا على الأقل ننطلق بتصريح لوزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند بضين، والذي قال إن حق التظاهر مكفول في الواقع للجميع، وأكد كذلك بأن الموقف الأردني الرسمي يتوافق مع مطالب الأردنيين. نذكر بتصريحه ونعود للنقاش. الأردن بخير وبمنعة، الأردنيين متحدين خلف قيادتهم، لكن أيضا نحن نريد أن نعبر ويعبر جمهورنا عن التضامن مع فلسطين بأجمل الطرق وبأنصع الصور بياضا، لأننا لا نريد لأحد أن يخدش هذه الصورة الأردنية الجميلة. شكرا لكل من يعبر عن خوفه على الأردن، لكن نقول دائما الأردن ثابت ومستقر، وحتى لو في شوك أصاب أيادينا، نحن نعرف كيف نخرج هذا الشوك بكل هدوء وبكل احترام وبقانون وبدولة القانون. السؤال المطروح: إذا كان الكل يتفق على المطالب، الكل في الداخل الأردني والكل كذلك حتى في المحيط، أن تتخذ إجراءات ضد الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب داخل القطاع ولحماية الأقصى، الكل يتفق على هذه المطالب، ولكن لماذا انسحبت هذه المطالب عنفا وتكسيرا في الداخل الأردني؟ ما الذي يحدث في الأردن من وجهة نظرك أستاذ عبد الوهاب؟ أنا أعتقد بأن كون هناك يعني نصف السكان أو أكثر من الفلسطينيين، وبالتالي هناك خصوصية للحساسية في الأردن تجاه ما يحدث في غزة، وبطبيعة الحال لأن الحرب طالت ولأن المآسي تعاظمت وكثرت، وبنفس الوقت يعني ليست هناك آفاق لحل معقول، فبالتالي الشارع كان يغلي أساسا بسبب أزمة اقتصادية موجودة، وانتقلت النقمة والاستياء إلى موضوع غزة، وهذا موضوع مختلف طبعا، لكن يعني فيه بدأ مع إطالة الحرب بدأت التدخلات أو
اللعب، وهذا متوقع ليس فقط في الأردن، في كل مكان. إذا كان هناك حالة احتجاج ولأسباب لا تحل، ليس الحل فيها بالداخل، ليس الحل أردنيا، فمن الطبيعي أن هذا الاستياء الشعبي، السخط الشعبي، تكون أرض خصبة لتدخل أطراف أخرى. تقصد أستاذ عبد الرحيم؟ لا، يعني أولا يبدأ بالتفاعل في الداخل، يعني كمثل أي حالة احتجاج تتحول إلى يعني احتكاك مع رجال الأمن، أعمال شغب، وبالتالي الذين يريدون استغلال هذه الحالة جاهزون. طيب خليني أنقل هذه النقطة لابن البلد، ربما هو يفهمنا أكثر. أستاذ محمود، الأستاذ عبد الوهاب يتحدث عن طبيعة الأردن الخاصة، ويقول من هنا تنطلق أو ينطلق حساسية الموضوع، واختلطت المطالب الداخلية بمطالب خارجية وتكونت هذه الاحتجاجات. ما رأيك؟ أنا أتفق ببداية الحديث عندما تحدث عن الأزمات اللي بمر فيها الأردن المختلفة، نتحدث عن الأزمات الاقتصادية على مستوى المعيشي، وهذه أيضا تخلق ضغط داخل الأردن، وهذه كانت سبب في كثير من التظاهرات. لكن الذي يحدث اليوم بوجهة نظرنا مختلف إلى حد ما، مختلف من زاوية أنه نحن اليوم نقترب من 6 أشهر من التظاهر في عمان دون توقف دعما إلى غزة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه خلال الأسبوع الماضي أو خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك حراك مختلف. الناس كانت تطلع تحتج لما يحدث في غزة وتدعم ما يحدث في غزة، ولكن بطريقة سلمية. بطريقة سلمية، ونحن تابعنا الفيديوهات، وشعارات منسجمة إلى حد ما مع الموقف الدولي، موقف الدولة الذي هو الداعم والمقدم للمساعدات، وهو أعلى مما يطرح بالمناسبة في الشارع الأردني. وجدنا بأنه مراقبتنا ومتابعتنا وجدنا بأن هناك هتافات تحولت من غزة إلى الداخل الأردني، وجدنا بأن سقف المطالب تغير، وجدنا هناك أيضا حالة من التعدي على سيادة الدولة وحتى على الأمن، ووصلت الأمور في أقصاها إلى الاعتداء على رجال الأمن كما حدث في مخيم البقعة قبل يومين، وتخلل ذلك أيضا اعتداء على ممتلكات. رغم أنه رجال الأمن تحدثوا وكانوا حاضرين في المظاهرات، نعم، وقالوا نحن ندعم هذه المطالب. خلينا نذكر فقط بوقفة رجل الأمن أمام هذه المظاهرات وما قال. هكذا في الواقع مشاهدينا، خاطب الأمن المشاركين عند بدء التجمع بمنطقة الرابية بالتحديد غرب عمان على بعد حوالي 1 كيلومتر من السفارة الإسرائيلية. نستمع لما قاله. بداية احنا كلنا بنعرف الموقف الاردني الرسمي باتجاه قضية غزة. الموقف الرسمي الاردني ثابت وداعم لقضية غزة على كافة الأصعدة، واحنا بنستمد هذا الدعم وهذا التوجه من خلال مواقف جلالة سيدنا، اتوقع هي كلها واضحة للقاصي والداني. حق التظاهر والاعتصام السلمي حق كبر الدستور للجميع. احنا مع هذا التوجه، احنا معاكم في ممارسة حقوقكم وندعمكم، لكن هذا الحق مرهون بشرط، وهو ان يكون هذا الاعتصام بطريقة سلمية وضمن القوانين والانظمة السارية. نرجو من الجميع الانتباه لهذه النقطة. نحن ندعم المطالب، الدولة الأردنية تدعم هذه المطالب، وليس هناك مجال للتوجه نحو العنف، ولكن هذه الاحتجاجات العنيفة استمرت. ما هو التفسير؟ الحقيقة أن الوضع مثل ما ذكر الأستاذ عبد الوهاب، في الأردن هناك تعقيد وهناك مشكلات خاصة في الأردن. الأردن دولة فقيرة تعاني من مشاكل اقتصادية مثل ما ذكر أستاذ محمود، وهذا الوضع الاقتصادي يسبب كثير من المشكلات التي تتفاقم. فمشكلة مثل مشكلة غزة ضخمة وقضية كبرى لم تحل على مدى 8 عقود، وأزمة ساخنة في غزة اليوم وحرب لم تحل على مدى 6 أشهر تسبب كثير من القلق للمواطن العربي في كل مكان. هذا جرح لم يجد طريقه للحل بعد. لكن أيضا الملاحظة المهمة أن هذه المظاهرات المستمرة منذ 10 أشهر طرأ عليها اختلاف قبل أسبوعين، بدأ هناك تغير
في الشعارات بدأ هناك تغير في الشخص المستهدف من هذه المظاهرات أو الجهة، بدلا من إسرائيل أصبح الدولة الأردنية والأمن الأردني والشعب الأردني. هذا يحدث في المظاهرات مثل ما رأينا في الربيع العربي الأسود الحقيقة. كانت المظاهرات لشباب طموح مثل ما ذكرت بعض الصحف وقتها، الورد اللي فتح في جنائم مصر، ثم ركبها الإخوان المسلمين وركبتها الحركات المتطرفة واستحوذت على المشهد. ما يجري في الأردن اليوم لماذا لم تستحوذ عليها منذ البداية؟ لماذا لم تستحوذ عليها بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة؟ نحن هذه 6 أشهر نعم من التظاهر. نعم، هذه قرارات تنظيمية، هذه قرارات تصدر لهذه الجماعات عبر تنظيمات وقيادات هي التي تحدد لحظة التحرك داخليا وخارجيا أيضا. القرار ليس قرار هذه الجماعات في الداخل، أيضا هناك أطراف خارجية تريد التصعيد. خلينا نفكك الموضوع أستاذ عبد الله. يتحدث الأستاذ عبد الله عن فترة فاصلة، هناك ما قبل وما بعد، ومنذ أسبوعين تغير المشهد. ذكر الأستاذ محمود بأنه حتى الشعارات اختلفت عن الشعارات المرفوعة في السابق. ما الخطوة أو ما الفاصل الذي ضغط عليه البعض وغير، ولماذا الآن؟ لماذا منذ أسبوعين؟ يعني خليني أبدأ مع حضرتك بنقطة رئيسية. المشاكل الاقتصادية مرت بها معظم الدول العربية. صحيح. في شيء اسمه وطنية ووطن وحماية أرض الوطن، شيء اسمه استغلال ظروف اقتصادية لتحقيق أهداف ربما تكون في البداية خافية على البعض. أستاذ عبد الله ذكر نقطة مهمة جدا. الناس خرجت في 25 يناير عيش حرية كرامة وطنية، شعارات وطنية جدا. من 28 يناير بعد انهيار البوليس المصري كويس شهدنا الإخوان، وفي ساعة الحسم مفيش قوة مدنية تقدر تواجه الإخوان كويس، لأنهم مسيطرين على الأرياف ومسيطرين على القرى، ويقدروا ظهر عندنا اسمهم الضباط الملتحون اللي هم أعلنوا انتمائهم لجماعات الإخوان المسلمين. اللي أنا عايز أقوله اللي احنا مرينا به في مصر وعدد من الدول العربية، كان هناك سند. السند ده هو السند للأردن الآن. يعني أتصور أنه مصر ممكن تسند بشكل ما، السعودية والإمارات والكويت سندوا قبل كده في 2018 وممكن يسندوا تاني. اللي أنا عايز أقوله أن قد تكون الاعتبارات والمنطلقات اقتصادية داخلية. احنا في مصر عندنا أزمة اقتصادية طاحنة، والدولار وصل 47 جنيه العالم مش حتى الدول العربية، العالم يشهد أزمة اقتصادية حالية. أنا واحد عشت أيام كان الدولار بخمسة جنيه كويس، النهاردة بسبعة واربعين كويس. لكن عند الشعب المصري خد درس من 25 يناير، في وطن وفي فوضى كويس. اللي بيحصل في الأردن ممكن تكون هناك أهداف نقية طاهرة من الأول، بيستغلها أطراف داخلية ليست مع استقرار الأردن، أطراف داخلية ثم تبدأ الخطورة مع ظهور الأطراف الخارجية. وأنا هفاجئ حضرتك وأقولك أنه إسرائيل هي طرف من الأطراف الخارجية الرئيسية التي معرفش صوابعها دخلت ولا لا، لكن التي يهمها إثارة القلق في الأردن، لأن اليمين الإسرائيلي يعتقد أن فلسطين هي الضفة الشرقية، هي الأردن، الأردن هي فلسطين، وشارون له وجهة نظر كبيرة في هذا الأمر. ويمكن مش هروح كتير في التاريخ وأقول لحضرتك أنه اللي يقرأ عن الأسباب الحقيقية لضرب إسرائيل للباخرة ليبرتي في 8 يونيو 67 هتلاقي أنه ليبرتي دي كان دورها توجيه الطائرات الإسرائيلية لضرب المطارات المصرية. طيب. بس قالوا لهم نقطة واحدة بس، قالوا لهم إيه؟ عدم الاحتكاك بالجيش الأردني في الضفة الغربية، فعشان يعمل ده ويحتل الضفة الغربية راح ضرب ليبرتي. فهناك يعني مش عايز أقول أن الأمريكان مع استقرار الأردن وتماسكها، لكن في الجانب الإسرائيلي، في الجانب الإيراني ربما لو في وقت نتكلم عنه. السياق نفسه التحول بدأ يعني يظهر مع اقتراب نهاية حرب غزة، يعني هي مش هتنتهي بكرة لكن يعني هناك محاولة لإيجاد حل على الأقل، أي أو إحساس محور المقاومة بأنه النهاية اقتربت، وذهاب وفد حماس والجهاد إلى طهران
وبالتالي هناك يمكن القول بأنه هناك استراتيجية قد تغيرت، وأصبح هناك يعني حاجة إلى تصدير الأزمة إلى مكان آخر أو إلى افتعال أزمة في مكان آخر. لذلك أعيد بس تسجيل محمد الضيف اللي بيدعو فيه إلى الذهاب إلى الحدود للمحاربة. وبنفس الوقت يعني طبعا سمعنا عن هذا البيان أبو علي العسكري تبع كتائب حزب الله. إذن هناك حاليا بداية أو محاولة لتصدير الأزمة، لأنه المصير الذي ينتظر حماس والجهاد في غزة يعني أصبح واضح. سأعود لهذه النقطة أستاذ عبد الوهاب، سنعود لما تفضلتم به إن كان عن الإخوان، عن إسرائيل، عن إيران، عن حماس، عن الجهاد، ولكن اسمحوا لي كذلك أن أطرح سؤال قد يطرحه البعض الغائب في هذه الطاولة المستديرة. البعض يقول لماذا دائما نلقي بالفشل على الأطراف الخارجية، ولماذا دائما نصور هذه الأطراف وكأنها شماعة نعلق عليها إخفاقاتنا؟ طيب يمكن أن يكون المشكل في الداخل الأردني، هكذا يقول البعض، والسؤال مطروح للجميع. أنا سأجيب بس باليوم تحديدا. اليوم إسماعيل هنية كان في يوم القدس اللي إيران بتحتفل فيه بشكل أساسي، وجدد أيضا الدعوة وتحريض الشارع، وليس فقط الشارع الأردني والشارع العربي بشكل أساسي وواضح. عدا عن ذلك هو مجد في خميني، وأيضا مجد في المسؤول الإيراني الذي قتل في سوريا، واعتبر بأنه هذا يعني من الشخصيات الداعمة لسبعة أكتوبر. طيب هذا قد يقول لك بعضهم أستاذ محمود لا يمس من سيادة الأردن في شيء. أنا سأقول يعني لك إنه هذا التنسيق. أي. اليوم لما نجي بالأردن واضح بأنه الدعوات حماس خلال الأسابيع الماضية زادت من عدد الناس اللي يقوموا بالتظاهر. الدليل على ذلك بأنه ما يقوله قيادات حماس أصبح يردد بالشارع الأردني. وهناك نقطة يجب أن نضعها بعين الاعتبار، أن هناك تنسيق بين حماس وجماعة الإخوان الأردنية. جماعة الإخوان الأردنية معطلة منذ 10 سنوات في الأردن، والكل يعرف القصة. الآن هذه فرصة ذهبية لهم. التظاهرات منذ 6 أشهر، عندما وصلنا الآن وصلت إلى ذروتها، فأصبح الآن في تنسيق. أتفق مع الأستاذ ما ذكر الأستاذ عبد الوهاب بأنه هناك تغيير في الاستراتيجية الآن، وهناك واضح التنسيق بهذا الأمر. سأعطيك أيضا مثال آخر، عندما يدعو إسماعيل هنية وحتى مشعل للزحف إلى اتجاه إسرائيل، وفي نفس التوقيت يخرج زعيم ميليشيا حزب الله العراقي ويقول الأسلحة علينا، هذا يعد نوع من أنواع التنسيق. عندما تسمع هتافات تمجد حركة القسام وغيرها وحتى أبو علي العسكري في تظاهرات في العاصمة عمان تردد ما يقوله، هذا كمان أيضا مؤشر على تدخل خارجي. واضح بأن هناك مثلث اسمه حماس، جماعة الإخوان المسلمين، وبتنسيق مع إيران. إذا عدنا بس دقيقة واحدة حتى أشرح لك الملف بشكل أساسي. الأردن منذ 11 سنة تقريبا يحارب على الجبهة السورية، يحارب محاولات تهريب السلاح والمخدرات. الناس يفهم بأنه تهريب المخدرات لغايات تجارية، لا، ليس لغايات تجارية. إذا أردت أن تخرب أي مجتمع دخل آفة المخدرات ثم أدخل السلاح، فأنت خضربت هذا المجتمع، أنهيت هذا المجتمع بشكل. إيران تسعى منذ زمن بعيد إلى محاولة دخول الساحة الأردنية، فشلت كثيرا في هذا المجال وستفشل أيضا في القادم من الأيام. لكن اليوم سأبدأ بما بدأه الأستاذ عبد الوهاب بأنه إيران تعول على أن إحنا نسميها بالأردن الوحدة الوطنية. إيران تعول على كسر هذه الوحدة الوطنية، كون هناك مكون فلسطيني كبير داخل الأردن، ولدينا الآن ما يحدث في غزة. الناس ذهبت في البداية وما زالت تذهب دعما لغزة وضد إسرائيل وما تقوم فيه بغزة من قتل وتهجير وإلى آخره، لكن مؤخرا بدأت هذه نتاج هذه الست أشهر خلال أسبوعين توظيفها بشكل أساسي لمصلحة
طالما تحدثت أستاذ محمود على كلام إسماعيل هنية اليوم، كان كلامه في يوم القدس، وكلامه أتى بين كلمتين كذلك، بين كلمة عبد الملك الحوثي في البداية، ومن ثم تكلم السيد إسماعيل هنية، ومن ثم أمين عام حزب الله حسن نصر الله. سنتوقف فقط عند تصريح إسماعيل هنية اللي ذكرته، سنذكر به كيف دعا الحشود. البعض يقول بأنه لم يذكر الأردن، بسذاجة أطرح الموضوع، لأنه البعض كذلك يقول بأنه من مصلحة هذه الأطراف أن تبقى الأردن مؤمنة، لأنها هي حلقة الوصل بين إسرائيل بين السلطة الفلسطينية، وقادر على تقديم شيء في هذا الإطار. سنحاول الوقوف عند هذا الموضوع، ولكن نذكر بتصريح إسماعيل هنية: وأدعوكم إلى تصعيد الفعاليات وتكثيفها، والضغط على حكومات بلادكم لتنحاز إلى جانب الحق الفلسطيني، فقد طال زمن ظلم الفلسطينيين، وحان الوقت لتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية واستعادة أرضه وحقوقه. طيب، يقول إسماعيل هنية: أدعوكم إلى تصعيد الفعاليات وتكثيفها. لم يذكر عنف. أنا فقط أريد أن أعلق تعليق بسيط على إسماعيل هنية. هو لم يخاطب الحكومات، هو يخاطب الشعوب، هو يبحث عن الشعبوية، هو يتجاوز الحكومات ويخاطب الشارع مباشرة حتى في هذا الخطاب. وكل قادة حماس يمارسون بنفس التصريح. طيب، إحنا هذه الكلمة لإسماعيل هنية شديدة الأهمية، لأنها تفسر العديد من الأحداث. في 7 أكتوبر لما حدث الهجوم من حماس على إسرائيل وجر كل هذه الحرب على غزة والمآسي التي رآها الجميع، كان هناك قلة طرحت أن هذه الحرب ليست في مصلحة أحد إلا في مصلحة حركة حماس ومحور المقاومة. اليوم يتجلى قطف ثمار تلك الحركة. إسماعيل هنية في طهران يخرج بخطاب يحرض الشعوب العربية على الدول العربية: مارسوا الضغط على دولكم لخلق ما يسمى بالفوضى، بالفوضى بشكل منظم، اتكاء على ماذا؟ على قدسية القضية الفلسطينية. ولكن أستاذ عبد الله، أليس هناك مبالغة بالقول بأنه هذا الوقت هو وقت قطف ثمار ليس الحرب؟ هذا بداية حرب أودت بحياة الآلاف وبقيادات كذلك، سواء من إيران من حماس. أحرقت العراق وأحرقت سوريا لأجل مصالح أصغر من هذه في الدولتين، ومستعدة أن تحرق المزيد. لكن دعيني أرتب الأحداث بشكل سريع. عندنا زيارة هنية اليوم، عندنا تصريح العسكري حزب الله العراق، عندنا محاولة لخلق نوع من الرد على ضرب إسرائيل لإيران في سوريا. أين أقوى حضور منظم لحماس خارج غزة؟ هو في الأردن عبر سنوات طويلة، ونتذكر الكثير من الأحداث: محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن، وتدخلات الملك حسين الله يرحمه. لكن لوضع هذا ما يجري في هذا الأحداث السريعة في سياقه، في عام 2004 تقريبا أو 2005 الملك عبد الله الثاني تحدث بصراحة عن الهلال الشيعي الذي يستهدف الدول العربية. في 2007 يعني قبل انقلاب حماس في العسكري في غزة، الأردن أعلنت ترحيل عشرات من العراقيين بتهمة ماذا؟ بتهمة نشر التشيع في الأردن. هذا ليس التشيع السياسي، هذا التشيع المذهبي في الأردن. بعد ذلك إيران باستراتيجية خامنئي التي تختلف عن الخميني، أخذت ليس من همها أن تصنع ميليشيات، لكن أيضا الجماعات القائمة تدعمها وتستثمر فيها وتحركها متى ما أرادت. فما يجري في الأردن هو استهداف صريح، وكما ذكر الميليشيات على الحدود الأردنية بين سوريا والعراق في هجمات متواصلة لأجل هذا الهدف، زعزعة الأردن. ما رأيك دكتور؟ يعني أنا رأيي أنه أولا لازم نبقى عارفين أن حركة حماس وفق ميثاقها اللي صدر بعد اندلاع الانتفاضة بحوالي 3 شهور، انتفاضة 8 ديسمبر 87، ميثاقها صدر في مارس على ما أتذكر 88، هي فرع لجماعة الإخوان المسلمين. صحيح. 2، أن لدينا في مصر أدلة وبراهين على قيام حركة حماس بالدفع
بمقاتليها للمشاركة في فوضى ما بعد 25 يناير. ثلاثة لأني أدركنا هذا الأمر فحينما يعني لما هنية يخاطب الشعوب، أنهي شعوب بالضبط؟ هو قال أخاطب الشعوب العربية، الشعوب الإسلامية، وختمها بالشعوب في كل العالم، أحرار العالم الذين يرون في القضية الفلسطينية قضية عادلة ليضغطوا على حكومتهم. أولاً الرجل عمل خطأين قاتلين للقضية الفلسطينية، التدين والعسكرة. يعني لما تدين القضية وتختزلها في القدس والأقصى أنت كده بتخسر تعاطف عالم أمين العام كاثوليكي. يعني حطها على أرضية قانونية وإنسانية كله هيكسبك. اتنين العسكرة، ما يعني انتفاضة 87 بتاع الحجارة كسبت الفلسطينيين ودخلنا في أوسلو. انتفاضة 2000 اللي سموها انتفاضة الأقصى كانت مسلحة خسرت الفلسطينيين. فاللي أنا عايز أقوله مثلا ليه القلق في الأردن مش في مصر؟ لأنه في مصر خلاص وصلوا لاستنتاج واضح، ممكن يتعامل مع حماس بوساطات لكنه يعلم خلفية حماس وجذورها ولكن ودفع. حتى في الأردن نفس الشيء، يعلم خلفية الإخوان، يعلم خلفية حماس. الفرق بين مصر حضرتك والأردن أن نص أو أكثر من نص السكان هناك من أصول فلسطينية. اثنين، أن الأردن ماذا يمكنه أن يفعل؟ الأردن دولة صغيرة، دولة فقيرة، دولة عسكريا مش من الدول أول 5 أو 6 دول في المنطقة. فلماذا الضغط على الأردن؟ أنا أتصور أنهم وهي محاولة انتقام إيرانية من اللي تقال عن الهلال الشيعي وغيره. لكن في نفس الوقت أنا برضو مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه. صغيرة لا المملكة العربية السعودية ولا مصر ولا الإمارات ستترك الأردن بمفرده في هذه القضية. أستاذ عبد الوهاب، للأسف من آخر كلمة أنه دول الخليج تركت الأردن سياسيا واقتصاديا خلال سنوات طويلة، يعني خصوصا في عهد دونالد ترامب كان في ضغط كبير على الأردن. هناك انحسار للمساعدات الاقتصادية، كان هناك دعم سنوي للميزانية، ميزانية الدولة، فهناك انحسار للمساعدة. فبالتالي يعني يشعر الأردن ولو أنه لا يصرح بذلك بأن هناك كأنه موضوع بين قوسين. يعني حتى الدول التي هي ليست معادية، دول الخليج بشكل خاص صديقة والشقيقة، لا تهب لمساعدته في اللحظة الحرجة، وهو الآن في لحظة حرجة. هناك كيف ما فهمت هذه النقطة، كيف تهب لمساعدته؟ هو في يعني سيادة داخلية، يعني هناك اهتمام كبير بمصر مثلا، وهذا شيء محمود كويس. لكن الأردن يريد أكثر رعاية اقتصادية وسياسية أيضا، لأنه بين أنه هناك في مشكل. يعني الإخوان المسلمين يريدون أن يفعلوا في الأردن ما كانت منظمة التحرير أو فتح تريد فعله في الأردن قلب النظام في عهد ياسر عرفات 1970 أيلول الأسود. فبالتالي هناك مجال، وفي العادة الولايات المتحدة وإسرائيل تفضل التعامل مع هؤلاء المتطرفين لأنهم يحققون لها أغراض. وهناك أيضا لدى الولايات المتحدة تراث من القول بأنه دعونا نأتي بهؤلاء إلى السلطة أو نعطيهم فرص أكثر. فبالتالي هناك حاليا همس، يعني أنا قرأت في بعض التحليلات بأنه لماذا لا يعطى الإخوان فرصة أكبر. ولكن للإخوان فرصة في حضورهم في يعني هناك من حزب الإخوان لديه مقاعد في المجلس النيابي الأردني، صحيح أستاذ محمود أو لا؟ هم لم يشاركوا. لكن الآن يبدو أنهم يفكروا أن يشاركوا من وحي إيجاد حضور لهم تقريبا 10 سنوات مجمدين، وجدوا بهذه التظاهرات فرصة. الأردن على بوابة استحقاق الانتخابات البرلمانية في نوفمبر، وبالتالي هم يحاولوا الآن
هم لم يقرروا بعد بالمناسبة، لكن أيضا يحاولوا أن يعودوا إلى 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 الشارع الأردني بشكل أساسي. لكن المشكلة في هذه الأساس، دعنا نتحدث الآن عن الأردن أو عن السياسة الأردنية بشكل أساسي. ما رأيك أستاذ محمود أن نعود لنقطة الأردن والحديث عن الدخل الأردني بعد فاصل قصير؟ سنذهب لفاصل، نعود من بعده لمتابعة هذا النقاش، نحاول فهم ما يحدث في الأردن في الداخل والتداعيات كذلك بعد قليل. أحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار نناقش فيها ما يحدث في داخل الأردن. انطلقت المظاهرات عادية منذ 6 أشهر، رفعت شعارات الدفاع على القضية الفلسطينية، الضغط لوقف الحرب داخل القطاع، حماية الأقصى. تحولت هذه المظاهرات منذ 2 أسبوع إلى عمليات تكسير، إلى عمليات عنف، رغم تطابق هذه المطالب كما أكدت الجهة الرسمية الأردنية مع وجهة النظر الرسمية الأردنية. ما الذي يحدث؟ هل هي إشكالية أردنية في الداخل، أو هناك أطراف من مصلحتها أن ينفجر الوضع في الداخل الأردني؟ بدأنا نتحدث في هذا الإطار، سنعود الداخل الأردني معك أستاذ محمود. كنا نتحدث على موضوع الإخوان بالأردن في الوقت اللي بعد الربيع العربي انتهت جماعة الإخوان بالحظر في معظم الدول، سواء المجاورة أو حتى في آخرها لما بريطانيا أعادت تصنيف التطرف ووضعت جماعة الإخوان ضمن هذا، ونحن نعلم الدور الكبير اللي لعبت فيه بريطانيا لاحتوائهم في البدايات ومن ثم الانطلاق. اليوم الأردن لم يتعامل بهذه الطريقة، الأردن ذهب باتجاه آخر. كان لدينا جماعة الإخوان المسلمين، كان هناك الصقور والحمائم، الصقور أغلبهم من الأردنيين من أصول فلسطينية، وهناك أيضا الحمائم اللي هم من أصول شرق أردنية. نعم. إذا جاء التعبير في ذلك الوقت الحكومة الأردنية منحت الترخيص إلى جماعة الحمائم اللي هم الآن جماعة الإخوان المسلمين، ولم تتعامل الدولة الأردنية كما تعامل، كوفئت الدولة الأردنية للأسف بهذا الموقف اللي بنشوف اليوم من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بهذه الشعارات وبهذه، فبالتالي هناك الآن مطالبات في الداخل بأنه هذا يعني تدخل للتحرك في هذا الاتجاه لحظر جماعة الإخوان المسلمين، لحظرهم تماما. يعني هناك مطالب أو هناك إجراءات دعوات بدأت، هناك دعوات لإعادة النظر. يعني بعضهم يقول يكفي دلال وشهر العسل انتهى، ويجب أن يكون، لأنه كوفئت الدولة. يعني عندما أنت تضعهم وتعطيهم ترخيص ومفاهيم الدولة ويمارس بدأ. حماس غير موجودة بالأردن منذ 25 سنة تقريبا، منذ لحظة انطردت، لكن حماس تتحرك اليوم من خلال جماعة الإخوان المسلمين. نحن لا نقول أنه هذا لا يوجد عليه أدلة، أو لكن الشاهد الأكبر هي تصريحات قادة حماس وأيضا الارتباطات على مستوى الداخلي. الدولة الأردنية بدأت تعي لهذا الخطر الكبير خلال الأسبوع الماضي. نعم. ولأول مرة تضطر الدولة الأردنية بأن تخرج بتصريح تنتقد حماس وجماعة الإخوان بأن وتطالبهم وتحذرهم، هذا عدا عن المعلومات لدينا اللي هي بتقول أنه تم التواصل معهم بضرورة الانضباط، وإلا ستتخذ في حقهم أجراءات. في المقابل يجب أن نعرف بأن الأردن ليست دولة هشة، هي دولة مؤسسات ودولة أمنية بامتياز، ولديها جيش وقادرة على إنهاء هذه التظاهرات بأسرع وقت ممكن. يعني أنا بس عايز أقول أنه أنا مستغرب أن ما فيش استفادة متبادلة من التجارب. يعني التجربة مصر كانت البلد الأم لزور جماعة الإخوان المسلمين، يعني هي ظهرت في مصر واختبرناها في مصر جيدا. كلمة حمائم وصقور دي مش موجودة، كلهم يعني احنا كان عندنا بعد 25 يناير حزب الحرية والعدالة بتاع الإخوان، وكان عندنا حزب قبله بتاع أبو العلا. ولكنك تلوم دكتور الداخل الأردني على إمكانية احتوائه للإخوان؟ مفيش احتواء، مفيش. أصح حضرتك لازم، أنا عشان كده بقول استفادة متبادلة بين المثقفين العرب على الأقل، وتقديم الرؤية لصانع القرار. أولا الأدبيات الأساسية بتقول ما الوطن إلا حفنة من التراب العفن. ما فيش حاجة اسمها وطن، ما فيش حاجة اسمها مواطنة، ما فيش حاجة اسمها أرض مقدسة.
كويس. وبالتالي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لما 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 اطيح بمرسي في مصر اجتمعوا في رابعه العدويه، في منطقه رابعه العدويه، فكان بيخطبوا السلفيين والاخوان كل الاشكال ما كانت موجوده، رغم ان كان بيبان ان بينهم تباين وخلاف وان ده ضد ده وده لا ابدا. في اللحظه يعني المشكله الاساسيه في وجود الاخوان دكتور، انا هقول لحضرتك لما قالوا في رابعه في الميكروفون ان هناك بوارج امريكيه تقترب من ميناء الاسكندريه، شكروا سجدة ركعوا سجودا لله. الشيخ الشعراوي كان احد ابرز رموز جماعه الاخوان المسلمين، سجد شكرا لله بعد هزيمه مصر في 67، لان شافها هزيمه لحاكم عبد الناصر، يعني حاكم كذا. يعني اقصد اقول هو عنده عشان كده حماس 365 كيلو، هي غزه 365 كيلو، في 5500 في الضفه، هو مكتفي بدي لانها بدايه الولايه. فانا عايز اقول انه لا بيعترفوا بوطن ولا بمواطنه ولا بمستوى مهما نستخدمه من معسول الكلام. استاذ عبد الوهاب، اكيد انه الاخوان شايفين فرصه بموضوع غزه للعوده باي شكل من خلال الاردن. الاردن بالنسبه لهم مقر مهم إذا استطاعوا أن يبرزوا فيه، وأنا أخشى من أي تشجيع مباشر أو غير مباشر أمريكي إسرائيلي، لأن هذا يسهل الإخوان تشجيع لإبراز الإخوان، لأن هذا يحقق أغراض كثيرة لهذين الطرفين. إذا كان بده يعتبروا الأردن الوطن بديل للفلسطينيين، ممكن الإخوان يعني يعتبروا هذه فرصتهم. إنه ولكنك تتحدث عن صفقة خطيرة حضرتك، وكأنك تشير إلى توجه لإمكانية إبراز دور الإخوان وقبوله في داخل الأردني حتى يكون جغرافيا لعملية تهجير قسري الفلسطينيين، هذا ما تقوله؟ عندي هذه الخشية. لكن هذا ليس طرح جديد، هذا يعني مطروح دائما، يعني موضوع الوطن البديل كان دائما يرافق، مثل ما تفضل هو دائما هاجس، والأردن يعني يعتبر هذا الموضوع خط أحمر لا يمكن. إحدى التصريحات المهمة الملك عبد الله في احدى بانه يقولون لنا الوطن البديل، نحن نمتلك جيش وقد نحارب، هذا اكبر تصريح واكبر رد في ذلك الوقت على انه الاردن امام هذه مثل هذه الخطوات. والتي يقول استاذ عبد الوهاب انه استاذ عبد الله حكي ذكر الربيع العربي، بالنسبه للاخوان عندهم حسره ويجب ان يتخلصوا من هذه العقده باي شكل وفي أي مكان. لكن في الأردن أنا برجع الكلام بس عشان نطلع بشيء، الكلام على التركيبة الديموغرافية في الأردن من الجيد في السياسة الحديث بهدوء عن المسائل الحساسة. نصف الشعب الأردني هو من أصول فلسطينية، تم في عام 70 أحداث أيلول الأسود لئلا يعود أيلول الأسود مرة أخرى، والدولة الأردنية دولة قوية ليست دولة ضعيفة لا يمكن التلاعب بها، لا بشعارات قومية قديما ولا بشعارات دينية حديثة أو إسلام سياسي أو تشيع سياسي. هذه نقطة. النقطة الثانية، تكلم الأستاذ عبد الوهاب على موضوع المساعدات الخليجية، هذا موضوع مهم ونعتقد أنه يجب أن يفهم على المستوى العربي. دول الخليج لم تعد تقدم مساعدات بالطريقة القديمة، هذه 3 مليار، هذه 5 مليار، اصنع ما تشاء. لا، أصبح هناك اشتراطات، أصبح هناك تنظيم، أصبح هناك مصالح مشتركة. الصفقة اللي تمت بين الإمارات ومصر وهي صفقة عظيمة وتاريخية، والسعودية تسعى إلى شيء من هذا القبيل، يجب على الدول العربية التي تحتاج هذه المساعدات أن تقرأ، هذه كلها منشورة. كيف يمكن الحصول على المساعدات؟ ما هي الشروط؟ أصبحت هناك دول حديثة تتحرك ضمن هذه الأطر. فالأردن، لبنان، مصر، غيرها اللي تحتاج مساعدات اقتصادية. مصر مثلا دولة لا تحتاج مساعدة عسكرية، دولة هي سند الدول العربية وقوتها، لكن اقتصاديا نعم، هناك السعودية، هناك الإمارات، هناك الكويت، لكن المساعدات أخذت شكلا جديدا. أنا أبغى بس في دقيقة أتكلم على
النموذج الأردني والحركات الإسلام السياسي القوية داخل الأردن، وهذا مهم. أولا كانت أولى الحركات الإسلامية داخل الأردن هي حركة الإخوان المسلمين 1945، سعيد رمضان لما جاء وعبد اللطيف قدورة أسس هذا، الملك عبد الله بن الحسين الأول. بعدها حزب التحرير وتقي الدين النبهاني في 1952 كان يبغى ينشئ حزب سياسي وقدم على الدولة الأردنية أن يحطه في القدس ورفض عبد الله بن الحسين لأنه يخالف الدستور. عندك أيضا، أنا أحاول أطوي المراحل، السلفية الألبانية طويها لأنه دقيقتين مازال عندي سؤال. السلفية الألبانية ومعروف دورها، أيضا السلفية الجهادية اللي فيها كل الرموز، محمد المقدسي أبو قتادة الفلسطيني وتلاميذهم، ومؤسس الإخوان المسلم مؤسس الأفغان العرب هو عبد الله عزام، هو إخواني أردني. الأردن كنموذج في محاربة الإسلاميين ومواجهتهم هو فاعل أمنيا وعسكريا، ولكن له أسلوب مختلف في منحهم بعض الحرية ومنحهم. أنا أعتقد هذه لحظة تغيير. بقت لي ثلاث دقائق في دقيقة لأنه محتاجة دقيقتين في آخر البرنامج في دقيقة. الأستاذ عبد الوهاب منذ قليل قال جملة أو قراءة ودت التوقف عندها باختصار، يقول بأن الأردن وكل المخاوف أن تكون البداية، الدفع بالفوضى في الداخل الأردني قد تكون البداية لمشروع أخطر، ما رأيك؟ نعم صحيح، اليوم نحن نشهد إرهاصات تشبه ما حدث أيام الربيع العربي الأسود، والمشاكل والفوضى بدأت بالأردن بحكم هذه المشكلات اللي شرحناها في هذه الحلقة. هل ستقف هناك؟ لن تقف، ستتحرك إلى مناطق أخرى انطلاقا من الدول. اليوم الشاشة إسماعيل هنية يتحدث من طهران، والمستمعين الذين يأخذون التوجيه في بغداد وفي لبنان وفي اليمن. هذا المحور، محور المقاومة، سيستهدف كل الدول العربية تحت غطاء غزة وغير غزة. طيب، نحن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ساعة حوار اليوم، ولكن تبقت الكثير من الأسئلة، سنبقى في متابعة هذا الموضوع. ولكن اسمحوا لي أن أذكر بأنه اليوم نحن الذكرى الأولى لشهر من ساعة حوار. انطلقنا يوم عيد ميلاد العربية 3 مارس، اليوم نحن 3 أبريل، وبالتالي شهر على مرور ساعة حوار، على انطلاقة ساعة حوار. كل شهر وانتم بخير. كل شهر وكل سنة. ولكن خلينا نذكر بهذا الشهر وما حمله من تصريحات ونعود فيما بعد. هي حرب ثانية قادمة. الحرب الآن، حرب غزة، ليست فقط حرب داخل فلسطين. تهريب المخدرات، وأين تصنع هذه المخدرات؟ في السودان معاناة المدنيين تتضاعف كل يوم. الذين يطرحون نهاية الإسلام السياسي، يعني أنه واحد من كل 4 جمهوريين. مصر معنية بهذا الأمر. وباء المعلومات يكون في الكثير من الأحيان أخطر من الوباء ذاته. جميل التوصيف. القبائل الموجودة هناك هي كلها قبائل أفغانية. ضرب موسكو أو ضرب سان بيترسبورغ بهذا الحجم يحدث لأول مرة. حتى الآن بالتأكيد واضح أن الظاهرة الترامبية هي التي تكسح قوة عنصر التكنولوجيا واستخدامها في الحملات الإعلانية والدعائية. نتنياهو واليمين الذي معه المتعنت المتشدد. نحن أمام انتخابات فريدة، ورغم ذلك أنا أسميها الحرب المنسية. الورقة الأخرى هي موضوع الإنسان. محمود عباس يسمى مهندس أوسلو. نريد أن تعيش باكستان بسلام وبأمن. وانتقل هذا الفراغ الأمني إلى أفغانستان. عجبني تعبير فريدمان، قال شخص يهتم برفاهية إسرائيل. وهذا وقع على الاتفاق الإيطالي قبل الدعم السريع. المواطنين والأعيان المدنية. 12-13 سنة أصبحت جزء من التركيب السوري. على حسب يعني القوة السياسية اللي موجودة. أتعكم مهم جدا بحضوركم في أول حلقة من ساعة حوار. ختمنا بأول حلقة، واليوم شهر بعد أول حلقة من انطلاقة ساعة حوار. حاولنا أن نجمع أبرز الكلام والاقتراحات والقراءات، والقراءات عادة نحن نختمها في ساعة حوار بمحاولة القراءة الإيجابية. نحن اليوم نتحدث عن الأردن باختصار شديد. أختم معكم، من الجهة أو كيف يمكن حل موضوع الأردن باختصار شديد؟ هل من جهة يجب أن تتدخل أو العلاج يجب أن يكون من الداخل باختصار؟ العلاج يبدأ من الداخل، والدولة الأردنية ولله الحمد دولة قوية ومتماسكة، وأيضا المساعدة ستأتي من
دول الخليج من السعودية والإمارات تحديدا. أستاذ محمود، الدولة الأردنية قوية، مطلوب من المطلوب الآن وحدة الداخل الأردني بشكل كبير، وأيضا على النخب السياسية في الأردن أن تخرج من الحالة الرمادية فيها، لأننا أمام تغيير كبير، ولا يمكن السماح لما يجري الآن بأن يعيد التاريخ وأن نعود بأزمات كما حدث في فترات سوداء. نعم. يعني نقطة الانطلاق أتصور كما تفضل أستاذ عبد الله هي المساعدات المالية، حتى لو بأسلوب جديد وبطريقة جديدة وفق مقاييس معينة ومجالات إنفاق وغيره، لكن أنا أتصور أنه المهمة الرئيسية لمثقفي الأردن والمواطنين الأردنيين أنه يكون خطابهم واضح وصريح، وإنه الخضوع للشعارات اللي بتدغدغ مشاعر الجماهير سبق وكادت تطيح باستقرار دول عديدة من الدول العربية. أستاذ عبد الوهاب، الأمن والاستقرار أهم شيء. الدولة الأردنية كما قال الجميع قوية وموجودة، لكن الأردن بشكل عام يشعر بأنه متروك أمريكيا، لا يستطيع أن يصل بالولايات المتحدة ولا بإسرائيل. الأردن دولة معتدلة، ولكن إسرائيل لا تقبل. شكرا لك أستاذ عبد الوهاب، وشكرا للجميع. انتهى الوقت، السلام عليكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.